اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله مكملين معكم في شروحات لمادة اللور من مساق الأبر لور، ترتيب وخرائط مفاهيمية للمادة وشوية نوتس وكيف نحفظها وإلى آخره. واليوم رح نشرح يا جماعة الخير عن رح نشرح عن مين؟ عن الذفوت هاي المسابقة اللي حطينا عليها في الفيسبوك. على العموم حطيت هاي الواجهة عشان يعني تستنتج انه زي لعبة الباكمان، تمام؟ بخش وبده يوكل وفي اشباح ومش اشباح وغضرب ابطع وبكت رهيبة عبكتي، بس خلص راع عمرها اجت الببجي يا اخوان. طيب بدنا نشرع عن الفوت. الفوت تنقسم لمين؟ لقسمين. خلينا هذا نصغره شوي البني ادم ونشوف كيف الوضع. الفوت بنقسم لقسمين، تمام؟ بنقسم لقسمين عشان نعرف اقسامه واقسام الاقسام، شو التفرعات وشو اذا مثلا في شغلات وشو مخبيلنا كل بوكس ابيض. هذول بوكسات البيض شغلات مهمه عشان نعرف نفهم، تمام؟ فخلونا نبلش في البوكيمون. هيك بتبلش الاغنيه تبعتها اعتقد. تمام. ايام عصيبه باكيه. فذفوت خلينا نبلش بالبني ادم تبعنا. خلينا هنا من ذفوت، خلينا مثلا بدنا نحركه ونشوف على وين بده يوصل، تمام اخوان؟ هسه مثلا راح على الشمال كل شيء مسكر، حلو حلو. خلينا نبلش راح على اليمين، تمام؟ هاي في فوق هو كبير شويه بس بصغر حاله. فاجا هنا، فشو الفرع الاول من اقسام الفوت؟ هو عباره عن دورسال فيو. هو عبارة عن مين؟ عن دورسال فيو. دورسال فيو هي يعني لما انت تصلي، لما انت لما تطلع على اجرك وانت بتصلي، هاي هي عبارة عن دورسال فيو، تمام؟ وانت واقف بتصلي، هاي هي عبارة عن دورسال فيو. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب الدورسال فيو، تمام؟ الدورسال فيو شو العضلات والمسلز او التندون اللي موجودة فيه، تمام؟ احنا بنيجي بنحكي له والله كمل البوكس الابيض عشان البوكمان وصل عنده او الباكمان. يا اخوان مش ثلاث افرع، لا هن فرعين، هن تو مثلا تو تندون، تمام. فاول واحد شو في عنا؟ في عنا، انا بدي الف الايباد بس انت شو انت خلص خليك لف راسك بعينك الله. في عنا اكستنسور ديجيتورم بريفيس واكستنسور هالوشيس بريفيس بريفيس، تمام؟ اكستنسور ديجيتورم بريفيس واكستنسور هالوشيس بريفيس. وين شفناهن؟ شفناهن، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، شفناهن في الانتيريور كومبارتمنت لمين؟ للليج، صح؟ صح. شو الاشي طب انا كيف تذكرت؟ شو الاشي الاقرب اشي للفوت؟ والله الليج. طب انت يا معتصم ليه ذكرت الليج؟ لانه والله انا كاتب لك بريفيس. بريفيس يعني هاي الكلمه، بما انه بيجي بحكي لك انه هاي العضله الموجوده هان، الاوريجن والانسيرشن جوا الفوت، او على سبيل المثال جوا الهاند، على الجزء اللي احنا بنحكي فيه، في داخله انترنسك يعني. لكن لو نيجي بنحكي والله اكستنسور ديجيتورم لونجس معناها انه جاي من مثلا من هاي المنطقه وداخل لهنا. حلو الكلام؟ حلو. فانه لونجس جاي من منطقه بعيده وراح مثلا من الليج للفوت، عشان هيك ذكرت الليج. طيب في الليج شو اخذنا والله انه في عندنا في الانتيرير كومبارتمنت في الليج في عنده اكستنسور ديجيتورم لونجس، وفي عنده برضه اكستنسور هالوشيس لونجس، صح ولا لا؟ على الجمله التذكاريه تبعت فيت، صح؟ في عندنا اف والتي الفيبولا والتيبيا واكستنسر ديجيتورم بريفيس واكستنسر هالوشيس بريفيس. حلو حلو الكلام. طيب فهيك احنا الواحد بيجمع وبيقدر يتذكر، بيقدر يتذكر ويجمع الماده. حلو. فتنسوش انه بريفيس الاوريجن والانسيشن في داخل مثلا الفوت، داخل الفوت، اما لونجس من برا الفوت وداخل على الفوت، من برا وجاي لجوا. طيب بيجي بحكي لك هالبوكيمون بده يكمل، خلينا نشغل، هي مزعجة شوي الحياة. طيب هيو بده يكمل، بده يخش هنا يا جماعة الخير، بس واضح انه مسكر، فبده يجي يرجع ويجينا هنا. حلو، هنا شو بيجي بحكي لك؟
بيجي بحكي لك هات نشوف شو فيها، تمام، هات نشوف شو فيه هنا. اه والله انا طبينا في نوت، خلينا نشوف شو هي النوت. النوت هي عباره بتيجي بتحكي لك والله التندونز هذول، التندونز هذول اتاتش تو اكستنسور ديجيتورم لونجس، موصولات في الاكستنسور ديجيتورم لونجس. لما تشوف صور وكذا راح تعرف انه راح تفهمها على السريع انه هذول، انه هذول التو تندونز تمام متصلات، كانه مثلا هنا التندونز الاي دي ال اكستنسور ديجيتورم لونجس، وهن متصلات فيه، هن متصلات، هن متصلات فيه كانهن مثلا طلعت منه، فهمت علي؟ لانه هذول شو بريفس اكسترنسك انترنسك. حلو الكلام، فحلو هاي النوت والله تمام، نوت للي بشوف الصوره بفهم على السريع. طيب خلينا خلينا نوفي، بس بدنا ناخذ البني ادم هذا ونمشي. طيب شفنا النوت، خلينا نوفي، نيجي ندخل من هنا مسكر، بدهاش حكي فاضي، مسكرها من هنا. طيب هنا شو في عندنا في البوكس الابيض، هنا خلينا نقيم هذول، عرفناهن. هنا شو في بالبوكس الابيض هنا، اه والله بيجي بحكي لك دن باي محتصن، هاي كانه نوت ولا كانك شايفها، مش مهمه بالمره هاي النوت، مش عارف ليه محطوطه انا هنا. تمام خلينا نوفي في الشرح، خلينا نوفي في الشرح. فبيقطع من هنا، حلو حلو حلو، امشي امشي، خلينا نشغل عشان نعيش المود برضو. خلاص بكفي. فبيجي من هنا وبرجع. هذا رجعنا على النود، انا كانه بيجي بحكي لك شو، خلينا نراجع شو اخذنا على السريع. اخذنا والله هي النوت وكذا، وعند الدورسال فيو اخذنا والله انه ذا فوت عباره عن شو، ذا فوت والله له قسمين، عباره عن دورسال فيو، عن قسم ثاني اللي هو هنا لسه ما عرفناهوش. طيب القسم الاول عباره عن شو، عن دورسال فيو، الفيو اللي انت لما تيجي تصلي كانك بتطلع على اجرك من فوق، تمام، هذا هو الدورسال فيو عشان اوضح لك اياه. طيب وبعدين والله بيجي بحكي لك انه بنقسم لقسمين، فقط لقسمين، اللي هم اكستنسور ديجيتورم بريفس واكستنسور هالوشيس بريفس. كيف تتذكرهم؟ والله هذول جايات من كانه انت لما تصلي كانه من اجرك من فوق، تمام. فحرفيا هذول لما بدهم يجوا من فوق بدهم يجوا برضه من الانتيرير كومبارتمنت للليج، تمام، فانت بتتذكر برضه الليج، فكل شيء مترابط في بعضه. طيب شو بدهم يسووا يعني استنتاجيا، شو شغلهم؟ والله شغلهم انهم يسووا مثلا هنا بسوي الاكستنشن للديجيتورم اللي هم الاربع الاصابع الباكيات، وهنا شو بيسوي لي؟ بيسوي الاكستنشن، بيرفعوا لفوق كانه للهالوشس، للهالوشس للبيج تو، للاصبع الكبير، تمام الكلام، تمام. وعندنا النوت هاي البسيطه، حلو. تعال هات البوكيمون، وصلنا هنا. طيب هسه بدنا نروح وين؟ خلينا نفتح له طريق هنا يا اخوان عشان ما تزهقوا من الموضوع، خلينا نفتح له طريق للبني ادم هذا، خلينا شو، خلينا نفتح له طريق. طيب فحكينا احنا عن القسم الاول اللي هو دورسال فيو. طيب القسم الثاني عباره عن شو؟ عباره عن هي القسم الثاني عباره عن شو؟ والله بلانتر فيو. اذا على السريع في عندنا انه ذا فوت دورسال فيو، هسه بلانتر فيو. طيب البلانتر فيو بيجي بحكي لك البلانتر فيو اكم من شو العضلات تبعاته؟ والله بيجي بحكي لك والله انه البلانتر فيو هي هذا مثلا البوكمان زلمتنا هي نزل هنا. فالبلانتر فيو عباره عن والله فيرست لاير، ومستنتج انه برضه في سكند لاير وفي ثيرد لاير وفي فورث لاير بشكل بسيط واستنتاجي. فالقسم الثاني من الفوت اللي هو بلانتر فيو. طب هذا الفيو من وين انا بطلع عليه؟ من تحت. في المصطلحات الطبيه اخذنا انه هو برضه سول، سول تمام، من باطن من باطن القدم من تحت. كيف عندك باطن اليد؟ هاي من باطن القدم، محل ما انت بتوقف من تحت، تمام يا اخوان، كانه يعني في مسمار على الارض وانت دعست عليه، فانت بدك تطلع على المسمار هيك، فانت بتطلع من بلانتر فيو او سول بيحكوا لها مرات. ففي عندنا كم من لاير، طبقه طبقتين ثلاثه اربعه، كل طبقه بميزها انه في امور معينه، تمام، كل طبقه بميزها انه في امور معينه، وهي الامور هسه بدنا نستكشفها، تمام، هاي الامور المعينه هسه بدنا نستكشفها، وبدنا نشوف كيف نربط هاي الامور ببعضها او كيف نحفظها اصلا. ففي عندنا زلمتنا البوكيمون بده يكمل طريقه، نزل عند الفيرست لاير،
بس أنا مسكرة للأسف للأسف، فبده يرجع زي المحترم. خلينا نعيش الجو شوي لأنه ما كظناش طفولتنا زي العام والناس. طيب فوصل هنا، خلينا نشوف شو في هنا. هنا بيجي بحكي لك والله إنه الفيرست لاير، تمام، الفيرست لاير فيها ثلاث أمور. أول ما بتشوفها، أول ما بتشوفها تعرف إنه هاي في الفيرست لاير. وخلينا نشوف شو هاي الأمور. عندنا في عندك أبدكتر هالوشس، أبدكتر هالوشس، في عندنا فليكسر ديجيتورم بريفيس وأدكتر ديجيتي مينيمي. إنه هنا مثلا هيك مرتبات A سوري هيك مرتبات A F A، تمام، أبدكتر أبدكتر وفليكسر. هاي الفيرست لاير، تمام، هاي الفيرست لاير معاكسة للثيرد لاير. شو فيها الثيرد لاير؟ خلينا بس افتح لكم عليها. شو فيها الثيرد لاير؟ الثيرد لاير فيها F A F، خلينا اكتب لكم اياها. هنا في الفيرست لاير A F A، اما في الثيرد لاير F A F. فهي طريقة انه شو، انه اول ما تشوف الفيرست لاير تكتب هذول A F F A F A، والثيرد لاير تكتب لها بالعكس عشان تسهل على نفسك. فهنا في أبدكتر وهنا في أبدكتر وهنا في فليكسر. أما في الثيرد لاير بالعكس، الفليكسر فوق وفليكسر تحت وبالنص أدكتر، هنا أبدكتر، دير بالك. فيعني كأنه هنا والله إحنا رجال الجبل، جبل الشيخ، وضرب ابطح ورشاشات. هنا عندي أبدكتر وهنا عندي أبدكتر، هذا لحاله مسكين، فليكسر لحاله، فليكسر لحاله. لكن هنا بالعكس، الفليكسر هم رجال المنطقة، فليكسر وفليكسر، وهنا بالنص أدكتر، تمام؟ دير بالك. فالفيرست لاير في عنا أبدكتر هالشيس وأبدكتر ديجيتي مينيمي وفليكسر ديجيتال بريفيس. والفانكشن تبعتها استنتاجي، أبدكتر بسوي أبدكشن للهالشيس للبكتو، والأبدكتر الثانية للديجيتي مينيمي بسوي أبدكشن للأصبع الصغير. بظل الأمور اللي بيناتهم اللي هم فليكشن للديجيتورم، فليكسور للديجيتورم اللي هم الأصابع الأربعة غير البكتو. طب كاتبين هنا بريفيس شو يعني؟ يعني إنه الأوريجين والإنسيشن تبعها موجود جوا داخل الفوت. هل في لونجس؟ في لونجس، وأخذنا عنها، تمام، أخذنا عنها وشوف وين بتيجي، ولا نذكرك فيها اللي هي فليكسور ديجيتورم لونجس، اللي هي بتيجي في اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في البوستيريور كومبارتمنت للليج، لانه قريبه على الفوت، قريبه على الفوت، عمين قريبه على الليج. والبلانتر فيو من تحت من ورا، فبدي انا البوستيريور. والبوستيريور حكينا بنقسم لسوبرفيشال وبنقسم لديب، صح هيك حكينا المره الماضيه؟ صحيح. طيب خلينا نشوف السوبرفيشال. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. السوبرفيشال 1 2 3 لا، الديب، خلينا نروح على الديب. الديب اللي احنا حكينا الجمله التذكاريه تبعتها تيتشر فيل فانتاستيكا باكاكس، تمام. ف اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. فهنا مثلا هذول الثنتين فليكسر تي اف اف بي، هنا هذول شو؟ هذول فليكسر، فليكسر. ففليكسر في واحد للاصبع الكبير، فليكسر ديجيت او فليكسر هالوشيس، فليكسر هالوشيس لونجس، وفي عندنا فليكسر ديجيتورم لونجس، تمام تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. فهيك احنا بنتذكر يعني من الجمله التذكاريه اللي احنا حطيناهن، تمام الكلام يا اخوان، تمام الكلام، حلو. فنفتح لك عليهن عشان تتذكر. فهسه خلينا، هاي جبت لك صوره المراجعه، صوره المحاضره اللي ماضيه عشان تتذكر بسرعه. في عندنا شو؟ في عندنا ديب جروب من البوستيرير كومبارتمنت، التيتشر فيل فانتاستيكا باكاكس، تمام. فعرفت انه هنا اف اف، خلص فليكسر فليكسر، تمام، ديجيتورم لونجس وهالوشيس، واحد للاصبع الكبير وواحد بس للاصابع الباكيه. وهنا حرف البي بوبليتياس، من العضله من الفجوه اللي اسمها بوبليتياس. وهنا تيبياليس بوستيريا بوستيريورس، لانه هنا في تيبياليس انتيريورس، تمام تمام. فاذا هي هيك احنا عرفنا شو، عرفنا
انه هاي والله في كمان لونجس، بما انه هنا في بريفس في لونجس، وهي رجعناها هينا رجعناها صبابة الوضع. فهنا شوفي عندي برضو فليكسر هالشس بريفس برضو لونجس، هينا احنا حكيناها قبل شوي فليكسر هيها فليكسر هالشس لونجس تمام، فرجعنا هاي ورجعنا هاي صبابة الكلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. فكل شيء كلمه بريفس اكيد راح في لونجس تمام، اخذناه من قبل. فحلو الكلام. طيب هاي فيرست لاير وهاي ثيرد لاير، هاينا احنا اخذناهن. هسه اللاير اللي احنا قاعدين بنحكي فيهن، لما نيجي نحكي فيرست لاير هي الطبقه يعني الموست سوبرفيشال، هيك احنا مكسمينها هاي اللاير. يعني انت لما تيجي تطلع على اجرك من تحت وتكين مثلا الجلد السكن والفاشيا هذا، ما بتلاقي غير هذول، بتلاقي هذول المفروض تمام. بعدين السكند لاير، بعدين السكند لاير، بعدين الثيرد، بعدين الفورث. حلو الكلام، حلو حلو الكلام. طيب وين وصل زلمتنا الباك مان؟ وصل زلمتنا على الفيرست لاير، دخل من هنا وصل سكند لاير. خلينا نشوف السكند لاير شو فيها من عناصر واجزاء ومسلز. والله فيها كوادريتس، كوادريتس بلانتي واللامبركلز. اللامبركلز بتعرفون هذول الأربعة الموجودات كيف في الهاند نفس الإشي في الفود. في عندي كوادريتس بلانتي تمام، من الصور بتكون واضحات وبسيطات. هذول الفيرست لاير والثيرد لاير هيني حطيت لك إياهم بنفس اللون عشان تعرف تميزهن إذا حبيتوا تطبعوها هاي الورقة. والسكند لاير بعينك الله حفظهن، كوادريتس بلانتي واللامبركلز تمام تمام. فخلينا نوفي عمك الباكمان، دخل من هنا، امشي امشي على ثيرد لاير. احنا عشان انا صاحب المخطوطة هاي ففشكنا عن ثيرد لاير وفتحنا مسبقا، وروح على فورث، على وين؟ على فورث لاير. خلينا نشوف فورث لاير الطبقة الرابعة شو فيها. الطبقة الرابعة سهلة جدا، فيها بلانتر انتروسي ودورسال انتروسي، بيكون يعني كأنه بين الأصابع تمام، بلانتر ودورسال، بلانتر ودورسال تمام الكلام. فكيف هذول بتتذكرهم؟ باد وداب، باد وداب. حرف البي بلانتر انتروسي، وحرف الدي دورسال انتروسي تمام، انتروسي اوسيو هاي. وشو الوظيفة تبعتها؟ ادكشن. شو الوظيفة هان؟ ابدكشن. حلو الكلام. يعني الطبقة الاولى والثالثة بتقدر تستنتجهم من بعض. الطبقة الرابعة سهلة، بعينك الله على الطبقة الثانية تمام، ولا اشي خلص فرطت. فخلينا نوفي كمان مع عم الباك مان. امشي امشي، خلينا نشغل مسجل. خلينا نرجع هنا، كأنه شو بيجي بيحكي لي، كأنه بدنا نراجع شو أخذنا تمام، بدنا نراجع شو أخذنا. خلينا نرجع عند الفوت. شو نراجع شو أخذنا؟ أخذنا إنه في القسم اللي على الشمال أخذنا عن بلانتر فيو، أخذنا إنه هذا الجزء وين كيف نقدر نشوفه. أنت لما تيجي تمشي وتدعس على مسمار، لما أنت تشوف المسمار وين دعس على إجرك، هاي البلانتر فيو، يعني إجرك من تحت. طيب هاي البلانتر شو فيها مصلات؟ نيجي نحكي له لا، تسألش شو فيها مصلات. أكمل لاير، هي عدة طبقات تمام، وهي المهمة يعني، لأنه الدورسال فيو بس فيها تو مسلز تمام، وحتى هذول تندون باعتبار. فالبلانتر فيو هي المهمة، ففيها أربع طبقات، طبقة مثلا سوبرفيشيال، مور مثلا ديب، مور ديب، ومورس ديب، مور ديب تمام. فالفيرست لاير طب شو فيها عضلات؟ احنا لما نكيم السكن ونكيم الفاشيا ونكيم التندون البرانية تمام، شو فيها الفيرست لاير؟ والله فيها مثلا ابدكتر هالوشيس، يسوي ابدكشن الهالوشيس وفليكسر ديجيتال بريفس وابدكتر ديجيتي مينيمي. وكل واحد من اسمه سهل انه شو، انه تحفظ الوظيفة تبعته. طب كيف نتذكرهن؟ والله مثلا AFA ورقم ثلاثة الطبقة الثالثة FAF. طيب انا عارف انه AFA، طيب شو بذكرني انه ابدكتر هالوشيس؟ شو بذكرني انه ابدكتر ديجيتي مينيمي؟ انا بيجي بحكي لك والله الليج شرحتها بشكل ممتاز جدا، انا شايف انه شرحي بالنسبه للليج ممتاز من ناحيه انه تستوعبها وتحفظها على السريع تمام.
فالليج على السريع بتسلخن انتيرير ولاترال وبستيرير، والبستيرير لهم جزئين سوبرفيشال وديب، كل واحد والشو والجمله التذكاريه والجمله التذكاريه تبعته، كل واحد وجمله التذكاريه تبعته بتتذكرها بسرعه. فبتقدر تستنتج الفيرست لاير بتقدر تتذكرها انه اي اف اي و انه شو من الليج بتقدر تتذكرها. وهنا حرفيا انه انا هيك مرتب لك اياهن، انه هنا للاصبع الكبير وهنا للاصبع الصغير وهذا بضل بالنص، تمام الكلام؟ وهنا نفس الاشي، هنا للاصبع الكبير وهنا للاصبع الصغير وهنا برضو للاصبع الكبير، برضو هنا للاصبع الكبير، ديروا بالكم. لكن هنا انه عشان على السريع تتذكرها، ما دام تذكرت هاي خلاص بتتذكر هذول. حلو الكلام. طيب السكند لاير، هاي فيرست لاير جاهزه. السكند لاير والله فيها كوادريتس بلانتي ولامبركلز، اللامبركلز هذول هي لامبركلز بس عددهم أربعة للاصابع الأربعة. طيب الثيرد لاير حكينا انها من الفيرست لاير بتقدر تربطها. الفورث لاير والله الفورث لاير، الفورث لاير في عندها باد وداب بلانتر، من اسماء الاقسام الرئيسيه عندك بلانتر وعندك دورسال، خلص بي باد ودي داب، ادكشن ابدكشن. حلو الكلام، حلو الكلام. وبالنسبه للدورسال الاشي البسيط والسهل عندك تو تندون، وهذول التو تندون صح هم بريفيس، صح هم بريفيس، صح هم بريفيس، لكن شو لكن برضو انت يعني ما دام عرفت انه هذول بريفيس خلص اذا في لونجس، اذا بتقدر يعني تستنتج اسمائهم من شو من الليج. فعندنا اكسنسر ديجيتورم لونجس واكسنسر هالوشيس لونجس من الليج، تمام الكلام. وان شاء الله يعني يكون فيتكم. تمام شو في اخرى؟ خلينا اكد انه مثلا دورسال فيو انت لما بتصلب بتشوف اجرك من فوق، تمام. وهذا الاشي بربط انه تتذكر الانتيرير كومبارتمنت، لما تتذكر لما تستوعب انه الدورسال فيو من فوق اذا راح يكون انتيرير كومبارتمنت. واذا انت خلص حافظ الفيت وحافظ هذول خلص راح بدل راح شو راح تكتب هذول خلص، بدل مثلا لونجس تنسخها وتحط بريفس، وانا بدل لونجس تحط بريفس. هاي كتبتن، هاي الدورسال فيو جاهزه. والله بلانتر فيو من تحت، من تحت شو يعني من تحت؟ يعني والله مثلا البوستيرير كومبارتمنت السوبرفيشل ملهاش، لكن تكتب الديب تيتشر فيلز فانتاستيكا باكاكس، باكاكس من عماد الفرجين، تمام، تبع الأردني. فبتكتبهن والله البوبليتياس ملهاش، وتيبيالس بوستيريرس في إلها لا ملهاش أخوان، في بس هذول الاف اف، تمام. واحدة اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، واحدة فليكسر ديجيتورم، هيا فليكسر ديجيتورم بريفيس، هاي واحدة، والثانية فليكسر هالوشس بريفيس هنا وفليكسر هالوشس لونجس، فبتوزعهن. حلو الكلام. فإن شاء الله أكون فدتكم وسهلت عليكم، بسطت لكم الموضوع. صح ما حطيت صور، لكن الصور مليانات في 600 ألف سلايدة، أنا جيت بس حط لكم خريطة مفاهيمية للموضوع، خريطة مفاهيمية لمين؟ للموضوع فقط لا غير، عشان أبسط لكم المادة، إنما الواحد يجي راجع خلاص هيا قدامه وبدأ ملخص 50-60 سلايد هاي في صفحة واحدة فقط لا غير، تمام. وكان معكم الطالب معتصم زحيكا من جامعة النجاح الوطنية، دمتم بألف خير.